فظيع. أكلتنا اليوم رائعة، طاووق بالزبادي، هو شوية زبادي مع الخل والثوم وشوية اللي توابل. احنا جايبين صدور دجاج ومخلينه في التلاجة من قبل بيوم على طول. الدجاج يعني لو كان ذبح فريش الأحسن يضل في التلاجة يوم يرتاح، يكون أفضل، بيطلع أطيب وأطرى. رح نقطع قطع الدجاج في قطع لا كبيرة ولا صغيرة، بحجم هيك. أنا اليوم رح نستخدم 1 كيلو صدور دجاج. هنحطهم هون، هنفضيهم هون، فضيين هون تقريبا حوالي معلقتين وشوي لبن. هنحط رشة هيل ناعم، رشة زنجبيل، شوية سبايسي ما كتير، الكزبرة ناشفة، والكاري، ثلاث معالق خل، مكعبين ماجي بدل الملح، بكفي مكعبين بلا ملح بكفي لكمية الدجاج. رح نحط الثوم، شوية زيت نباتي، رح نقلبهم هيك. ريحتهم فظيعة يعني، هلا هن ونيات هيك كيف لما يستووا. هلا مكعبات الماجي، انا حطيت مكعب ما عندي بودر، ممكن تجيبوا بودر ماجي وتحطوه معه بيطلع كمان كتير طيب. انا شايف اللبن قليل راح ازود عليه شوي، من هيك حطينا حوالي 4 معالق لكمية الكيلو فراخ او كيلو صدور دجاج. نحط معه الخضار اللي هي الفلفل الأحمر وأصفر وحبة بصل صغيرة. رح نعمله المكعبات عشان نشكهم بالسياخ مع الدجاج. هلا بعد ما اخذوا وقتهم بالتتبيل رح نشكهم مع الخضار هدول ونجهزهم نحطهم في المقلاية. هلا ممكن نعملهم بالسياخ الخشب هدول، وممكن نعمله بلا سياخ حسب موجود، وممكن ينشكوا وينشوا على الفحم، يعني كل الطرق كويسة ما بأثر عليهم. ناخذهم هيك، اوكي رح نعمل هدول حبات البطاطا مع الطاووق لوقت ما يستوي. رح نفضيهم هيك،
ولا بعد ما خلصوا شك رح ننزلهم على النار مع شوية الزيت النباتي. ما تكون النار قوية كتير عشان ما يحترقوا. الكمية هاي رح نسكبها، رح نحط خبز عادي ولا خبز اسمر، شوفوا انتو اللي بتحبوه، انا بفضل خبز الاسمر بصراحة. نحطهم هيك، اطيب طاووق بالصلصه البيضاء مع البطاطا الوجز والمايونيز والكولسلو، جربوها وباذن الله بتعجبكم. اوه فظيع.